مرحبا بكم أعزائي المتابعين متابعي قناة بي إن جيرمان على اليوتيوب وكذلك أعضاء المجموعة بي إن جيرمان على الفيسبوك. طبعا قبل بداية هذا الفيديو والدرس نتاعنا اليوم راح يكون مهم جدا بالنسبة للتلاميذ. راح إن شاء الله في القناة نتاعنا راح نبدأ سلسلة جديدة إن شاء الله راح نخصصها بالنسبة للناس اللي رايحة وحابة تتعلم اللغة الألمانية. طبعا الناس اللي حابة تقرأ اللغة الألمانية من أجل عمل يعني ملفات التجمع العائلي بالنسبة للناس اللي حابة تلتحق بأزواجها، ولا كذلك الناس اللي حابة توصل إلى مستوى عالي في اللغة الألمانية. طبعا هدف يخص بعض الأسئلة اللي طرحوها بزاف الناس عليا في إذا كان معناتها من الإمكان، خاصة مع الظروف الصحية اللي راهي في البلاد، وكذلك الناس اللي حابة أنها تأخذ الدروس في اللغة الألمانية باش يكون عندها آفاق مستقبلية في أوروبا، مثلا في ألمانيا ممكن بالنسبة للأطباء والعديد من الأشخاص اللي حابين يروحوا الخارج وحابين يتعلموا اللغة الألمانية. أما بالنسبة للتلاميذ الأعزاء أدعوهم إلى المشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء والانضمام إلينا على مجموعتنا على الفيسبوك، وكذلك يابونيو معنا في القناة نتاعنا على اليوتيوب. نلتقي إن شاء الله بعد الفاصل. مرحبا بكم أعزائي المتابعين مجددا في هذا الدرس اللي إن شاء الله راح نخصصه حول أهم عناصر اللي راح تكون عندنا في السوجي إن شاء الله في البكالوريا، وهي الفقرة. طبعا عندنا سؤال: في شرايبت مان أينن أوفساتس، كيف نكتب الفقرة؟ طبعا واحدة من أصعب الأسئلة اللي ممكن تطيح للتلميذ في البكالوريا، خاصة هذوك التلاميذ اللي ما راهمش متمكنين ولا ما عندهمش فكرة عن كيفية كتابة الفقرة، أو متخوفين حتى من السؤال عن كيفية كتابة الفقرة. طبعا راح نحاول في هذا الفيديو أن نترجم لكم كل الكلمات وكل جمل إلى العربية، هكذا يقدر التلميذ أن يتبع معنا الشرح. إذن دي فيرشيدنن تايل ديس أوفزاتس، مراحل كتابة الفقرة. مراحل كتابة الفقرة. Der Aufsatz besteht sowieso aus drei Teilen. تتكون الفقرة من ثلاثة أجزاء مهمة. Das sind. تتكون الفقرة من ثلاثة أقسام هي. Die Einführung oder die Einleitung. Die Einführung oder die Einleitung. سواء نقولوا Einleitung ولا نقولوا Einführung، هي نفسها المقدمة. Sie enthält von zwei bis drei Sätzen. هي تحتوي على جملتان أو ثلاثة جمل. ما تكتروش، حاولوا أنكم في المقدمة ما تكتروش أكثر من ثلاث جمل، لأنه لو تكتر دي أربعة خمس جمل راح ممكن تدخل في مغالطات، سواء على مستوى القواعد ولا على مستوى تركيب الجمل، ولا حتى أنك تخلي الجملة تاعك أو الفقرة تاعك يعني تخلي الإنسان أنه لما يقرأها يعني يجيها صعيبة، وحتى أنه يشعر بالملل. Das Hauptteil. Es enthält von 8 bis 10 Sätzen. العرض معناتها لازم يتكون من 8 إلى 10 جمل. كاين اللي يقول لك 7، سبعة هي معناتها الحد الأدنى. خلينا نقولوا من 8 إلى 10 على أقصى التقدير. يحتوي العرض على 8 إلى 10 جمل. طبعا في العرض واش نديرو فيه؟ راح نديفلوبيو فيه الافكار نتاعنا والموضوع اللي عطاوه لنا في السؤال. ثالثا دي شلوس فولجيرونغ، الخاتمه. زي انتهيلت فون زفاي بيس دراي زيتسن، الخاتمه كما المقدمه راح تكون فيها جملتان الى غايه ثلاثه جمل. راح نشوفوا من بعد واش راح نديروا في العرض، واش نديروا في المقدمه، واش نديروا في الخاتمه، ما هي الافكار اللي نديرها، ما هي الافكار اللي نجنبها، والى غير ذلك. اذا نواصلوا بعد ما تكلمنا عن الاجزاء الفقره او الوضعيه، راح نتكلموا الان على المحتوى. زي شيرلي، wussten Sie schon, dass ein guter Aufsatz aus
5% Einleitung, 90% Hauptteil und 5% Schlussteil besteht. بمعنى تتكون الفقرة أو الوضعية بصفة عامة في المقدمة على 5% من الأفكار العرض عفوا 90% من الأفكار معناتها راح نديفلوبي الأفكار نتاعي مليح ونتغمس ونغوص عفوا نغوص ماشي نغمس نغوص في الوضعية نتاعي نحل الوضعية نتاعي نديفلوبي الأفكار نتاعي والخاتمة نديرها 5% من الأفكار معناتها في المقدمة والخاتمة نحاول أن نيفيتي معناتها نطول ونعرض في الجمل أوكي باش نتفادى الأخطاء سواء تاع القواعد ولا حتى المفردات ولا حتى الأفكار. من المؤكد أنه لديكم معرفة مسبقة أن المقدمة تحتوي على 5% والعرض على 90% والخاتمة على 5% من مجموع الأفكار. الآن واش راح نديرو في المقدمة؟ دي Einleitung enthält die typischen W-Fragen. Wer, was, wann, wo, wie und warum. تحتوي المقدمة على أسئلة مثل من، ماذا، متى، أين، كيف، ولماذا. مثلا لما يكون عندك مثلا عندك موضوع في الامتحان على Umweltverschmutzung راح نقول welche sind die Ursachen der Umweltverschmutzung. ما هي أسباب التلوث. دونك لما يكون عندنا هذا النوع من المواضيع نستعمل فيها أدوات الاستفهام كما هادو طبعا هادو على سبيل المثال فقط وليس الحصر. هي كان شون اين اندويتونغ اين فليسن اوم واس اس ام هاوبتايل جيت شافن زي اين اوبرغانغ توم هاوبتايل. معناتها في المقدمة في الجملة الأخيرة باسكو عندك ثلاثة إلى غاية جملتان في الجملة التالية لازم نعطي للقارئ أو المصحح يعني نعطيه معناتها تلميحات على وش راح نتحدث في الموضوع نتاعي. كي نقرا المقدمة نحس أنها مدخل إلى موضوع نتاعك. أوكي دونك هنا يمكنك الحديث عن المدخل إلى الموضوع المراد الحديث عنه في العرض. دونك معناتها شغل زعما تعطيني واحد الفكرة على واش راح يستناني في الموضوع نتاعك بهذا المعنى. Extra Tipp, verändern Sie die Satzanfänge mit Wörtern wie daraufhin, nachher, später, ergänzend, plötzlich, unter anderem. نصيحة إضافية, يفضل استعمال المفردات مثل ثم, بعد ذلك, لاحقا, فجأة, وإلى آخره. طبعا بالنسبة لبعض الفقرات اللي نصيبوها عند التلاميذ أثناء التصحيح هو التكرار. تلقاه يقول لك إيش إيش أنت أنت يعني غير هذوك الكلمات ويبقى يلعب بهم. هذا خطأ. نحاول أني نتفادى التكرار باستعمال هذه الكلمات daraufhin ثم nachher بعد ذلك später لاحقا ergänzend plötzlich فجأة وإلى غير ذلك. طبعا نحاول أني معناتها نلصق الجمل نتاعي بهاد المفردات أو هاد الكلمات باش تعطي نوع من الجمالية للفقرة نتاعي وحتى القارئ لما يقرأ يحس انه التلميذ كتب فقرة وراه عارف وش هيكتب. طبعا هذا يكون في الموضوع. وراح نشوفوا واحد نصيحة اخرى. Ein Satz lässt sich auf vielerlei Weise ausdrücken. Beispiel: Er spielte Fußball. Sie können auch sagen, er trainierte, er praktizierte sein Hobby. Er war auf dem Fußballfeld, er rannte hinter dem Ball, er schoss den Ball oder er lief im Mittelfeld. مثلا طبعا التعبير عن الجملة في الفقرة باستخدام عبارات مختلفة ذات معنى واحد. مثلا هنا واحد يبغى يقول Ich gehe in die Schule. يعود يقول ich gehe mit Freunden spazieren يعني gehen 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 استعمل التكرار. طبعا من المستحسن او من المفضل انك تستعمل جمل ذات مفردات مختلفة ولكن عندها نفس التعبير. كما هنا عندنا er spielte Fußball هو يلعب كرة القدم. نقدر نعبر على هذه الجملة باسلوب اخر er trainierte معناتها هو يتمرن er praktizierte هو يمارس هوايته
ارفار اوف دام فوسبالفيلد هو كان على ساحة كرة القدم او على الملعب. ارانتو هينتر دام بال هو كان يجري خلف الكرة. طبعا عندهم كاع نفس المعنى تاع ارشبيل دو فوسبال، مفهوم؟ معناتها نقدر نعبر على واحد الفكرة باستخدام كلمات مختلفة، ولكن اللي يقراها راح يفهم نفس المعنى. طبعا هذا باش نتفاداو التكرار والاسلوب الركيك نتاع الجمل اللي نلقاوها عند التلميذ في الفقره نتاعه. في الخاتمه دار شلو ستايل باين هالتت دان اير ايجن ماينونغ اوند ايفنتوال كونسيكفنسن بايشبي ريسايكلينغ ماينر ماينونغ ناخ ايست ريسايكلينغ هويتوتاغ اين موس فور يدرمان انزونستن كان ايش مير ein weiterleben unseres planeten nicht vorstellen. في الخاتمه كما هو معروف نحطوا فيها الراي الشخصي ولا نحطوا فيها النتائج تاع مشكله ما. مثال دونك عندنا في الخاتمه تعبير عن الراي الشخصي او عرض النتائج، على سبيل المثال نتائج التلوث. اذا كان عندكم ان شاء الله في البكالوريا يجيكم، وانا متاكد ان راح يجيكم مع هذا الموضوع على اونفيل فيرشموتسونغ، حاولوا في الخاتمه انكم تحطوا الراي الشخصي نتاعكم، والا حطوا فقط النتائج نتاع هذاك التلوث. واذا عندكم حلول معناتها من المستحسن انكم تحطوا كذلك الحلول. مثلا لما يجيكم موضوع على ديماس ميديان، ما هي السلبيات نتاع ديماس ميديان، تقدروا معناتها تخليوا حلول. مثلا عندنا الايجابيات والسلبيات نتاع التلفاز تاع فرنزية، تقدروا ديك النتائج والايجابيات تخلوها كخاتمه في الاخير. طبعا هذا فيما يخص المحتوى اللي يقدر اي تلميذ انه يحاول انه يتبع، طبعا من خلال الترجمه باللغه العربيه. حاولوا، ما نقدروش نقول لكم ديروها 100%، ولكن حاولوا انكم تراعيوا هاد النقاط وهاد التفاصيل. راح نروحوا الان الى واحد نقطه مهمه جدا بالنسبه لكل تلميذ. عندنا دي بيفيرتونغ اينس اوفزاتس، بالعربيه عندنا تقييم الفقره وكيفيه التنقيط. هنا راح نشوفوا كيفاش الاستاذ المصحح في البكالوريا، ما هي النقاط وما هي الاعتبارات اللي راح يتبعها الاستاذ اثناء التصحيح. اينن اوفزاتس تو بيفيرتن فيرفيرت مان زو، لكتابه الفقره او لتقييم معناتها فقره علينا باتباع الخطوات التاليه: اين فيونغ ولا اين لايتونغ هاوبتايل شلوس. طبعا قبل ما ندخل في هذا معناتها الشرح، حبيت فقط معناتها نوه الى واحد النقطه بالنسبه للناس اللي تبغي دير فقره. كما تعرفوا عندنا في الورقه عندنا اون مارج، عندنا الهامش في الورقه فيها الهامش. حاولوا انكم تخليوا 2 سنتيمتر على الهامش وتكتبوا المقدمه تاعكم، تخلوا 2 سنتيمتر على الهامش تاعكم وتكتبوا العرض، وتخلوا 2 سنتيمتر على الهامش وتكتبوا الخاتمه. طبعا نتوما ما راكمش مطالبين باش ديروا اين فيرونغ دو بوين وتكتب هاوبتايل دو بوين وتكتب شلوس عندك دو بوين، لا، الهاوبتايل وشلوس واين فيرونغ خليها في المخيله تاعك انت فقط. انت فقط تدخل في الموضوع. مثلا عندك فقرة على اونفيلت غادي تقول دي اونفيلت ايست اليس فاس اونس اومجيبت، بلا ما تقول اين فيرونغ دو بوين ومعناتها هكذا، اوكي. وحاولوا انكم ما بين مقدمة والعرض والخاتمة تخليو سطران إلى غاية سطر ولا سطران، أوكي؟ باش تحترموا البلانينغ، لأن المصحح معناتها لما يشوف البلان تاعكم بلي راه محترم عندكم ديجا أن بوان، نقطة أن بونكت فيور دان بلان. المقدمة العرض الخاتمة عليها نقطة، لما تحترم هذه القوانين ديجا عندك نقطة بدون حتى تعب، بلا ما تتعب عندك نقطة واجدة، أوكي؟ وصلوا؟ أين بونكت فيور دي إيديين، معناتها لما عندنا هنا أونتر بارونتيز أورنونغ دار إيديين، عندنا باللغة العربية ترتيب الأفكار. لما أنا نقرأ في المقدمة عندك مدخل إلى العرض، في العرض عندك لو ديفلوبمون راح معناتها تغوص في الأفكار نتاعك وتحلل وتناقش. الخاتمة عندك لا كونكلوزيون، عندك الحلول، عندك النتائج، عندك الرأي الشخصي. لما نقرأ الفقرة ونلقى فيها هذو ثلاثة ديجا عندك نقطة، ديجا شنو عندك ما بين هذه وهذه عندك نقطتان واجدة كما نقولوا حنايا معناتها بالبارد بالسهل.
النقطه الثالثه اي بونكت فور دان ستيل ولا شتيل عندنا كونسيستنس وعندنا كويزيون تناسق وتراكب الجمل عليها نقطه طبعا لما تنسق الجمل تاعك وترتبها باستعمال كما قلنا حنايا بلوتليش فيغاند مثلا عندك ناخر عندك داغوفين لما الافكار تاعك يكونوا متناسقين في الموضوع ولما الجمل تاعك يكونوا متناسقين باستعمال هذه المفردات عندك ان بوينت ان بوينت ان بوينت فور دي غراماتيك اوند اورتوغرافي entre parenthèses عندنا ريشت شرايبون دونك انت لما دير فقره وتكون داير فيها القواعد اللي راك قاريهم مع الاستاذ مثلا عندك فينال ساتس عندك داميت عندك اومتسو عندك زوفول اس اور انفيدا اودا فيدر نور مثلا عندك مودال فيربن عندك الباسيف عندك الفوتور عندك البيرفكت لما تستعمل هذه القواعد انت مش ضروري انك تستعملهم كل القواعد انت فقط مطالب على الاقل انك تستعمل زوج ولا ثلاثه نتاع قواعد وتحطهم في الفقره وحاول انك ما تغلطش فيهم فيما يخص اورتوغرافي كما تعرفوا بلي عندنا في اللغه الالمانيه غروس كي شريبن عندنا كلاين كي شريبن عندنا الماجيسكول وعندنا مينيسكول بدايه كل جمله راح تكون بالماجيسكول عندك كل سبستانتيف كل اسماء سواء اسماء البلدان ولا اسماء الاشخاص راح تكون بالماجيسكول الفيرب والادجكتيف في وسط الجمله عمره ولا يكون بالماجيسكول اذا حذاري اذا احترمتوا هذه القاعده عندكم نقطه عندكم 1 2 3 4 عندكم اربع نقاط تقدروا تجيبوها بالسهل والفقره شحال عليها من نقطه عليها خمس نقاط تقدر تجيب اربع نقاط بالسهل بدون ولا مشكله نواصلوا عندنا غيبغاوغ فون غراماتيشن ستروكتورن فون سايت فورمن سايت فورمن معناتها البريزون الفوتور الكونيكتيف اتسفاي والى غير ذلك فون كونيكسيونن فون ريدوفندونغن اوكي اي بونكت فيو داس وورتشاتس غيبغاوغ فون ليكسيك فون جيجانتايلن فون زينونيمن كما تعرفوا انكم خلال السنه الدراسيه مع الاستاذ كنتوا ديروا واحد الجدول تاع زينونيم ونتاع ادجكتيف ونتاع تاع الجيجانتايل ونتاع سبستانتيف هذوك الكلمات علاش كنا نستعملوهم اثناء الدرس باش انت تستعملهم في الفقره على فكره المصطلحات تاع كل وحده راح تلقاوها في القناه نتاعنا على او في مجموعه نتاعنا على الفيسبوك مصطلحات تاع كينستغليبن تاع دوتشلاند مصطلحات نتاع تيشنش فورشخيت مصطلحات تاع اونفيلت وكذلك ماس ميديان وكوميونيكاسيون كوميونيكاسيون سميتل كل مصطلحات تاع كل وحده راح تلقاها عندنا في المجموعه نتاعنا على الفيسبوك في رابط التحميل تحملها في ملف وكل شيء مجموع مع شرح طبعا الوغ كما قلنا احترام القواعد عليها نقطه واستخدام المفردات عليها نقطه اذا أصبح بإمكانك أنك تتحصل على خمس نقاط بالساهل معناتها بزاف تلاميذ عندهم واحد المعلومة مغلوطة أنه علاش يا أستاذ معناتها تقريبا كل التلاميذ ولا واحد أنه يقدر أو من معناتها صغار معناتها من غالبا ما تلقى التلميذ أنه تحصل على خمس نقاط علاش ببساطة لأنه هذا التلميذ محتمدش على هذا الأسلوب على هذا البلانينج على هذا البلان ونقول لكم حاجة أخرى أنه حتى إلا أنت في الموضوع أنتك راك خرجت على الفكرة مثلا جاك في الامتحان موضوع على كينسلر ليبن وانت ما كنتش حافظ وانت راك حافظ على على أونفيل فيرش موتسونغ وحطيت أونفيل فيرش موتسونغ أنا مش هنحسبك على المحتوى يعني الفكرة يعني مش راح نقول لك خرجت الموضوع كما مثلا في الفلسفه معناتها من الممكن انهم يحاسبوك على الموضوع يحطوا لك على المسؤوليه ولا على الشعور ولا شعور وانت تحط على موضوع اخر ممكن يقول لك راك خرجت على الموضوع ويعطوك واحد ولا 0.5 ولكن في اللغه الالمانيه لا حتى الا ان اعطيتك الاونفيلت وانت اعطيت لي معناتها فقره على دوتشلاند مالغي راك خرجت الموضوع انا راح نحاسبك على هذا البلانينغ نحسبك أسكولك محترم المقدمة مع الخاتمة عليها نقطة نحسبك على الأفكار عليها نقطة نحسبك على تناسق وتراكم الجمل عليها نقطة نحسبك على القواعد عليها نقطة نحسبك على المفردات عليها نقطة معناتها حتى ولو كنت خارج الموضوع ومحترم هالبلانينج نعطيك خمسة ولا واحد يقدر معناتها يقلع حالك نتمنى
انه في هذا الفيديو ما كانش طويل، تقريبا فيه 20 دقيقه، حاولت اني نركز على اهم نقاط اللي ممكن التلميذ يعني يخاف منها، خاصه بزاف التلاميذ نشوفهم انهم يغلطوا في كتابه الفقرات، يخافوا حتى من كتابه الفقرات في بعض الاحيان، حتى انهم يمدوا الاوراق والمواضيع فارغه ما فيهاش الفقره، ولو انه واحد يجي يركز ويشوف انها كيفاش بامكان التلميذ انه يقدر يتحصل على 5 نقاط بالسهل، وانه كيفاش التلميذ يعني معناتها غباوة معناتها سيبات انه يضيع 5 نقاط وانت قادر انك تحصل عليها بكل اريحية وبكل هذه السهولة. نتمنى انه الفكرة ان تحكم على الفقرات وعلى صعوبة كتابة الفقرات يعني انها تغيرت لما شفتوا هذا الفيديو، وانها حفزتكم انكم تحاولوا انكم تكتبوا مواضيع باحترام هذه الاسس وهذه المبادئ اللي احتلمتوها. صدقوني انكم راح تحصلوا على 5 نقاط ولا واحد راح يقلع حالكم. طبعا بعد ما اتصلت مع مفتش المادة اللغة الألمانية وزاد اكد لي على هذه النقاط، فاصبح بامكان كل تلميذ ان يتحصل على 5 نقاط بكل اريحية. وكذلك طبعا ما ننساوش باقي الموضوع اللي راح يكون في السوجي، عندكم القواعد، عندكم فراغون سومتكس، عندكم الفورشات معناتها بالنسبه ليا خاصه في البكالوريا اللي انا نشوف انه راح يكون من اسهل البكالوريات اللي فاتت على معناتها مدى العصور، اعتقد انه من السهل انك تحصل على 18 على 19 على 20 في ماده اللغه الالمانيه. فقط حاولوا انكم تتبعوا واش قلنا في هذا الفيديو. طبعا المقدمه العرض الخاتمه، المقدمه عليها جملتين ثلاث جمل، الخاتمه نفس الشيء، تقريبا نحطوا 5% تاع افكارنا في المقدمه والخاتمه وكلشي نبازيو عليه في العرض. واش هما طبعا الاسئله اللي نقدر نحطهم في المقدمه، كيفاش نغير اسلوب الكلام تاعي ولا اسلوب كتابه الجمل باستخدام هذا المفردات تاع داغوفين ناخر شبيتا اونزو فايتا، وكيفاش نقدر ان نعبر على مختلف او على جمله بمختلف عبارات ويكون على نفس المعنى. كذلك في الخاتمه نحط الراي الشخصي تاعي ونحط الحلول ولا النتائج. وكذلك ما ننساوش معناتها لازم نركزوا على هذا البلانينغ، على هذا معناتها البلان باش نكتب اي فقره، وان شاء الله وانا متاكد انكم قادرين انكم تحصلوا على 5 نقاط، شرط انكم تتبعوا هذا الاسس وهذا المبادئ. نتمنى اني نكون ما طولتش عليكم في هذا الفيديو، وان الافكار نتاعي كانت بسيطه، حاولت اني نلخص لكم الجمل هنا باللغة العربية باش الإنسان اللي ما فهمش بالألمانية ولا ما فهمش حتى الكلام تاعي في الفيديو أنه يقدر أنه يقراه. وكذلك عندكم هنا شرح للخاص بالنسبة للبلانينج كيفاش نكتب الفقرة. ما تنسوش باش تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم ومع زملائكم وحتى مع جيرانكم. معليش نتمنى أنه أنا اللي همني هو أنه الفايدة تعم، وأنه كل تلميذ تكون عنده فكرة عن كيفية كتابة الفقرة. لما التلميذ يفهم أحد الفيديوهات اللي نحطها على اليوتيوب صراحة نحس بفرحة كبيرة، وهذا هو الشيء أنا اللي همني. وكما نقول لكم نخليكم ما تنساوش بتشاركوا رابط الفيديو مع أصدقائكم ومع زملائكم. فكروا بعقولكم ورجعوا دروسكم. سلام.